وأضاف رئيس شركة الوجه القبلي لإنتاج الكهرباء أن المحطة في بني سويف تعمل بأحدث التقنيات العالمية التي تتمكن من تقليل الهدر في الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية. هيتم توفير الوقود اللي كان بيهدر في التربينات الغازية البسيطة في والاستفادة منه في التربينات البخارية، وبالتالي أنا بوفر الهدر اللي المفروض كان بيحصل لمدة 40 سنة. بالنسبة للمحطة هي محطوطة موجودة على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الشرقي على بعد تقريبا 160 كيلو من القاهرة. بيتم ضخ التيار أو الطاقة المنتجة منها لمحطة صملوط ومغاغة وأسيوط، وبالتالي بصفة خاصة بتخدم منطقة الصعيد. بصفة عامة احنا مربوطين على الشبكة القومية الموحدة لمصر، بتخدم كل جمهورية مصر العربية، بتديها الطاقة المطلوبة، إلى جانب إن شاء الله لما الربط يشتغل هتساهم في عملية الربط وتصدير التيار أو الكهرباء إلى الدول المجاورة.